نعرف اللي سورس على الفرحه دي كان من الكوره البريود هذه على غالب ما عملناش مهتم بماتش باهي ماتش بوركينا فاسو اللي صعب بعد صعب علينا الماتش الحقيقه باللي كونديسيون اللي تعدينا بها معناها كي نشوفوا الكوب دافريك كامله نصور نحن الحقيقه ثاني برشا صعوبات ممكن زملائي نتاعكم شافوا غاديك كيفاش عشنا لكن الحمد لله الجروب قعد سودي للاخر الحاجه الباهيه اللي قعدنا مع بعضنا سوليدير للاخر حتى كي خسرنا دونك في الفرحه كنا مع بعضنا في الخساره ان شاء الله زينا نكونوا مع بعضنا وان شاء الله الشعب التونسي يسامحنا على خاطر كانوا يتمنوا يشوفونا في الدمي فينال والفينال لكن نقول لهم ان شاء الله ان شاء الله جاي خير الجينيراسيون هذه ان شاء الله نفرحوهم مازال عندنا البلوز امبورطون في مارس اللي هو الكوب دي موند ان شاء الله نمشيو له ان شاء الله صحيح هي سي كيستيون مونتال معناها ديما كي تبدا بون فافوري بعد نربحنا نيجيريا كنا دوري فافوري اكثر على بوركينا فاسو صحيح كنا كونتر نيجيريا فما حد كان يستنى باش نربحوا ربحنا هذيك الكره ساعات كي تبدا ما تستناش في ريزلتا بوزيتيف تجيك ريزلتا بوزيتيف ساعات كي تبدا تحس انت روحك باش تربح تجيك ريزلتا نيجاتيف وهذيك الكره لازم ديما كل ماتش يتحضر كل ماتش وماتشوه وكل ماتش يتحضر 100% حضرنا حاولنا معناها نعملوا الماكسيموم لكن ما نجحناش في النظام دي ماتش واللي هي سورتو معناها في الفان تاع البريمير ميتون اللي قبلنا به البونت وقبل الميتون الحقيقه تمسينا مونتالمون بالبونت هذاك وبعد حاولنا باش نرجعوا شفتوا كانت عندنا البوسيسيون طلعنا على بوركينا فاسو لكن ما وفقنيش ربي باش نماركيو باش نرجعوا اكثر. تبدل ثم بين مباراه بوركينا ومباراه نيجيريا كان شفنا برشا حاجات متبدلين الفريق شنو تبدل بالضبط شنو ما مشاش؟ لا ما تبدل شيء شفت براتيكمون الجولات الكل هما بيدهم كان منتصر غايب كهو معناها براتيكمون من ال 11 اللي لعبوا حمزه كيف بعد الشوا نتاع الانترنور هو اللي خير لكن منتصر كان كوفيد برشا رجعوا من كوفيد زاد كيف غايلين علي الاولاد الكل معناها اللي راجعين ما كانوش ينجموا زاد نتصور يلعبوا 90 دقيقه كيف بون الماتش تاع بوركينا فاسو كما قلت لك لونتام اللي ما عملناهاش باهيه اللي هي صعبت علينا الماتش بار كونتر لونتام تاع نيجيريا كانت باهيه فيها برشا اجريسيفيتي هذاك الفرق.